كده افتكري يعني نتيجة الاي بي ار بعد ما خلصنا. فاضل يمكن هي حاجة واحدة، ان احنا حاجتين، ان احنا نحط الداست وان احنا نحط شوية بامب. يعني هو البامب اللي فاضل والداست. طيب نبدأ بإيه؟ مثلا نبدأ ب بالداست الأول، وبعد كده نخلي البامب في الآخر. مبدئيا الداست مش هيبقى هنا، يعني لو احنا بس ناخد بالنا، مش هيبقى الداست هنا، لا الداست هنخليه في الحتت دي، يعني الحتت اللي هي بين الاوبجكت وبعضه. بس خلي بالك انا عايز هنا الموضوع مش بالكيرفتشر، هي مش هتيجي بالكيرفتشر، تمام؟ لكن ممكن تجمع الاتنين مع بعض، ده لو انت حابب ممكن تجمع الكيرفتشر تجمعها مع الامبيانت اوكلوجن، لان هي دي اللي هنستخدمها علشان نعمل بيها الماسك بتاع الديرت او بتاع الدست. طيب هنعمله ازاي؟ خلي دي كده في جنب ونفتح دي كده والاول قبل اي حاجة دي كده، كل دي على بعضها هنسميها البيز شيدر. خلاص هو ده الشيدر بتاعي. اللي بعد كده اللي هو الدست، الدست هيبقى بسيط قوي. اهم حاجة عايز اقول له ambient occlusion، واخد الامبيانت اوكلوجن هنا واوصله على طول في البيوتي. هنا بقى واقف، انت عايز تحط الدست فين؟ يعني عايز تخليه في انهي حته بالظبط؟ مبدئيا هرفع السامبلنج شويه، وفي الفولوف مؤقتا بس هخليه 50 بحيث احصر الاوكلوجن هنا. بعد كده اشتغل في السبريد. زي ما قلنا السبريد هو بيضيق، كانك بالظبط عامل جريدينت وانت بتضيق النقطه اللي في النص بين الابيض والاسود، فبتخليه شارب او سبريد حاجة بالمنظر ده. كده كده انا اخليه شارب قوي، انا مش عايز الدست بتاعي يبقى شارب بالمنظر ده، عايز يبقى فيه نسبة فيد. ممكن ده اخده كده، لو انت رجعت ورا خالص فانت كده عامل فيدنج، بس يبقى فيه دست هنا. طبعا كل الكلام ده انا ممكن اتحكم فيه، لكن خلينا يبقى البيز بتاعنا في الشكل ده جميل. بس تاني الدست انت عايزه فين؟ انت عايزه هنا صح؟ مش هنا. الدست هيجي مكان الابيض لان دي هتبقى عبارة عن ماسك، اذا لازم اعمل انفرت المين للاكلوجن. خلي بالك ما تجيش تضغط على انفرت نورمالز، انفرت نورمالز هي بدل كل الحكاية، بدل ما تحط الاكلوجن في المناطق دي بتحطها فوق. يعني لو جيت عملت كده بقى العكس، زي ما انت شايف الاكلودد اريا بقت فين؟ بقت هنا. جميل. فمش دي ببساطة خالص، انت هتعكس دول، ده اسود وده ابيض، تمام؟ هنا في السبريد هتبان بقى بالظبط زي ما قلت. خلاص فالسبريد انا محتاج دي، لكن انا محتاج الفولوف ده هو اللي يبقى كده. السبريد افتكر انا محتاج ان هي ترجع لورا سنة. اذا هي دي الاماكن اللي هيبقى فيها الدست بتاعي، تمام؟ بس في نقطة ان انا برضو مش عايزه يبقى بيرفكت قوي كده، فانا محتاج هنا ايمج 2D اسس تكتشرز، محتاج من الماسكس فولدر ده كنز 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 يعني، تمام؟ من ماسكس محتاج حاجة هاي فريكونسي، دي تنفع خلاص. اوكي يس، وناخد دي نحطها هنا ونشوف، ما نشوفش وحش. ظريفة. هناخد دي هنا هنحطها فين؟ هل في السبريد؟ لا. في الفولوف؟ لا. في البلاك؟ في الوايت؟ فني حاجة من دول دي هتتحط في البلاك.
هتقولي ايه ده، ده انا عايز الوايت. ايوه، ما انت خلي بالك انك انت عاكس، مطلع البلاك في الوايت والوايت في البلاك، فانت هتحط دي في البلاك كانك بتعمل لها بالظبط مالتي بلاي. وناخد دي هنا، هنلاقي الدست هيبقى بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. تمام. طبعا كالعاده ممكن نحط كلر كوركت، بعد كده نعمل اسمها ايه، اكسبوجر. تمام. طب كل ده انا بحضره ليه؟ بحضره علشان انا عايز ايمج كمان، عايز اعمل ماسك كمان. اي اي ام دي ايمج، ناخد الايمج دي كده، وعايز الايمج دي. عاجبني الباترن بتاعها قوي، يعني عاجبني انه في حاجه عامله شبه بصمات الصوابع وحاجه كده. يعني انا لسه بقول عجباني. خير خير. ها ها، يلا يا حاج. ايوه كده ساعه، عايز اعكس رامب فلوت واحط دي هنا، انسرت افتر ورايت كليك ريسيت، نازل دي طلع دي. تمام، تبقى بالشكل ده كده. هنلم الاتنين دول على بعض، هقول له لير لير كلر، تمام. هناخد دي هتبقى لير 1، وناخد دي هتبقى لير 2، ونودي دي على دي، بعدين ناخد دي كده ونطلع دي فوقها كده. دي هتبقى اللايتن. تمام، لايتن داركن، لا نورمال، لا داركن، مالتبلاي افريج، اد سبتراكت ديفرنس نيجيت اكسكلوجن سكرين اوفرلاي، لا سوفت لايت. والله هي ممكن، بس افتكر الابيض فيها عايز يظبط شويه. تمام، البلند مود هيتغير، بس قبل كده انا عايز بس اشوف شكلها عامل ازاي. يا ساتر. تمام، خلي دي هنا بقى كده، ونيجي هنا، هرجع هنا تاني، هو انا افتكر هارد لايت كويس، بس عايز اشوف يمكن يكون فيه بلند مود تاني هو اللي عزل اللينير لايت. لا افتكر هارد لايت احسن. تمام، ودي ممكن نخفها كده سنه. تمام، بحيث يبقى الضغط بس في الاماكن دي. ممكن ناخد النقطتين دول وننزل بيهم تحت. جميل، حلو قوي.
جميل. بعد كده هنعمل ايه؟ نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ بعد كده هناخد كده، احنا خلاص حضرنا الماسك، هناخد فلات كولر. كل انا عايزه فلات كولر، هيبقى كده ولون بس عبارة عن دوست دي ساتوريتد. تمام، حاجة بالشكل ده بس، هو ده اللي انا محتاجه. خلاص، بعد كده هنجيب layer color اهو. تمام، كل ده كان الماسك بتاعنا على فكرة. في layer color بقى خلاص هنقوم واخدين دي ك base، ودي هتبقى ك layer 2، اما دي هتبقى ك layer 2 alpha. وناخد دي كده نحطها هنا. حالا هنلاقي الدست. طبعا ببساطة انت ممكن تيجي كده او تيجي هنا وتقلل تزود الدست زي ما انت شايف وحابب. تاخد الدست كده بحيث يبقى سطل قوي بس زي ما انت شايف. اللي يبص للشيدر بتاعك يحس فعلا ان فيه رياليزم. نستنى لما يخلص وارجع لكم بعد ما يخلص. كده الشيدر بتاعنا خلص، فاضل بس البامب. وافتكر يعني البامب سهل ان كنتوا يمكن انا عايز اسيبه بصراحة، يعني عايز اسيبه ك اكسرسايز. يعني انا عايز اسيب البامب كاكسرسايز. طبعا انا هقول لكم شوية تيبس. اولا هنعمل نويز، ونويز صغير جدا. ثانيا هناخد نفس التكتشر دي وهنحطها مالتي بلايد مع النويز. معنى كده ان البامب بتاعي هيبقى عباره عن ايه؟ لاير. تمام، هيبقى عباره عن لاير. لاير 1 هتبقى نويز، وكتره ان شاء الله تكتب ب 200 في 200 في 200 براحتك، المهم يبقى نقط صغيره. تمام، واللون ما يبقاش اسود قوي، والابيض ما يبقاش ابيض، يبقى ناحيه الجراي شويه عشان ما يطلعش مني لفوق. اما هناخد نفس المابة اللي عاملة النقط دي، تمام، ونعمل منها لاير تانية مالتبلايد فوق النويز، ونودي دي للبامب، ويبقى كده الشيدر بتاعنا خلص. معلش المحاضرة اللي فاتت فصلت في 10 دقايق لان كان ارنولد عمل كراش، فاضطريت اعمل ريستارت للجهاز مش لسينما. اتمنى بس يكون الشيدر ده هو محتاج بصراحة ان انت تعمله مرة واثنين وثلاثة. بس قبل ما اقول انه محتاج يتعمل مرة واثنين وثلاثة، هو محتاج يتفهم هو اتعمل ازاي. زي ما قلت، تبص للاربع اماكن اللي احنا اتكلمنا عليهم وتعمل كل واحد على حدة. واشوفكم على خير ان شاء الله في المحاضرات اللي بعدها، واللي مش هتلاقوها صعبة لان هو نفس الموضوع باختلاف بس الكاركترستيك بتاع شكل الميتال وشوية تفاصيل اللي بتتحط جواه، لكن هي نفس البيز، نفس الطريقة، نفس كل حاجة لإنشاء أي ميتال في الدنيا بنفس الطريقة دي. وأشوفكم على خير، وسلام عليكم.